حالة من الزخم السياسي والشعبي بعد المشهد العظيم اللي شفناه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وكمان وضع خارطة مستقبلية في الفترة القادمة، خصوصا أنه أصبح في مشاركة حقيقية من القوى السياسية والحزبية في هذا المشهد الحالي. معنا على التليفون الأستاذ وسام إسماعيل محمد، المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. صباح الخير عليك أستاذ محمد. أستاذ وسام أهلا بيك. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا. الاجراءات المتبعه بعد الانتخابات الرئاسيه وفقا للقانون. وفقا للقانون والدستور، الخطوه الجايه ان شاء الله هتكون حلف اليمين الدستوريه امام مجلس النواب. بيقوم السيد رئيس الجمهوريه بعد حصوله على نسبه الاغلبيه بحلف اليمين في المجلس. بعدها تقوم الحكومة بتقديم استقالتها، وبيكلف السيد رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته واللي عرض برنامجها خلال 30 يوم على مجلس النواب لكسب ثقة المجلس. وهنا مش يعني مش الشرط هنا ان تكون في حكومة جديدة بتشكيل جديد، يعني قد يكون الرؤية السياسية او رؤية القيادة السياسية في الحالة دي ان الحكومة السابقة دكتور مصطفى مدبولي هو اللي يشكل الحكومة الجديدة أو القيادة السياسية تختار شخص جديد أيا ما كان الشخص، لكن دي يعني بتبقى رؤية للمرحلة الجديدة لمصر الجديدة بشكلها الجديد وفقا للاختيار الجديد. طيب حلف اليمين هيكون في شهر إيه بالظبط يا فندم؟ هو سعادتك كانت يعني مفروض أن المرة في 2018 السيد رئيس الجمهورية حلف اليمين في 2 يونيو. فإحنا معانا كده لحد 1 يونيو 2024. دي المدة، خلال هذه المدة يعني بيكون فيها برضو لو قسنا ده أو كان بالقياس على 2018، فحكومة المرحوم دكتور شريف إسماعيل استقالت في 5 يونيو وكلفت وزارة الدكتور مصطفى مدبولي في بعدها في 7 يونيو تقريبا على ما اتذكر، وحلفت اليمين 14 يونيو. فهتبقى يعني دي الفترات علشان ما يبقاش في خروج خارجها. طيب في حاله احنا شايفينها من الزخم السياسي اللي موجوده دلوقتي في وضع خريطه كده مستقبليه في الفتره القادمه من خلال الجمهوريه الجديده، ازاي نقدر نستغلها؟ بص يا فندم، الشعب المصري دائما هو شعب الشدة والشدائد، وشفنا الصورة دي يعني كانت واضحة وضوح شديد جدا في 2013 والتفاف الشعب حوالين قيادته وحوالين جيشه، وده شفناه النهاردة، شفناه في انتخابات السنة دي. رغم المعاناة الاقتصادية ورغم الظروف الاقتصادية ورغم المخاطر اللي بتحيط بينا ورغم المحاولات اللي حاولها البعض للتشكيك في بعض الامور، الا ان احنا كنا شايفين كويس جدا ان الشعب التف حوالين قيادته وكان مؤمن بيها ومستعد للتضحيه باي شيء. يعني احنا لما هنعرف حضرتك ان نسبه الحضور وصلت ل 68%، قرابه ال 68%، هنفهم على طول ان الشعب ده شعب واحد، شعب حس بالخطر. فهذا الزخم اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت كان بيدل على ان الشعب ملتف حول قيادته وان المسيره مستمره وقائمه باذن الله. عظيم. استاذ وسام، ازاي بقى حاله الالتفاف اللي حضرتك بتذكرها دلوقتي من الممكن ان تساعد الرئيس في الفتره القادمه في اتخاذ ما يلزم في كافه الامور سواء كانت داخليه او خارجيه؟ اللي حصل حضرتك في الانتخابات السابقه ما كانش انتخابات وما كانش تصويت على اختيار شخص من مجموعة أشخاص، مع كل الاحترام والتقدير لكل الناس اللي شاركت في الانتخابات أو رشحت نفسها ليها، بس ده كان تفويض من الشعب المصري. الشعب اللي نزل بهذا الكم وهذا الحجم وكافة فئاته، نساء ورجال وشيوخ وأطفال وذوي الهمم، يعني احنا شفنا الاطفال بترقص في الشارع مع ان ملهاش صوت انتخابي، ما شفناهاش يعني ممكن ما ينزلش ممكن يروح، لا لا كان في حاله من التفاف كده. فاعتقد ان ده كان تفويض شعبي كامل
للسيد رئيس الجمهوريه لاستكمال مسيره نجاح بداها. وانا بسال حضرتك السؤال ده، بنتذكر المشهد الجميل للمصريين لما خرجوا في الشوارع رفضا لسياسه التهجير القسري واخراج الفلسطينيين من اراضيهم باي شكل من الاشكال، فده ساعد ايضا الموقف السياسي الرسمي للدوله المصريه. طبعا، وتفويض باتخاذ كافه القرارات في هذه الحاله. يعني الانتخابات دي نزلت، انا بعتبرها قبل ما تكون انتخابات لاختيار السيد رئيس الجمهوريه من ضمن مرشحين، كانت تفويض للسيد رئيس الجمهوريه للوقوف على كافه مصالح الشعب المصري وموافقه على كل قراراته اللي اتخذها داخليا وخارجيا، ومواجهه كل المخاطر اللي بتحيط بالدوله المصريه من كافه اتجاهاتها. الرئيس السيسي قال بنسعى لإقامة دولة ديمقراطية تجمع أبنائها في إطار من احترام القانون والدستور. الانتخابات دي نقدر نقول إنها بينت إنها البداية الحقيقية للتعددية السياسية اللي موجودة، ونتيجة للحوار الوطني اللي كان ممتد قبلها بفترة، هذا الشكل من الانتخابات. الانتخابات الرئاسية بداية للتعددية الحزبية، وإن كانت التعددية الحزبية في مصر ما كانتش مفقودة بالشكل اللي ممكن نقول إنها ما كانتش موجودة فيه، خلينا نسميها التعددية الحزبية الفاعلة، الفاعلة أو الجديدة بشكلها الجديد في مصر الجديدة، ممكن نقول كده. لكن هي موجودة، بس كانت يمكن بنسبة ضئيلة. لكن لما هتيجي حضرتك النهاردة هتشوفيها في مشاركة أحزاب في ترشحات لانتخابات رئاسة الجمهورية، لما تشوفي النهارده لجان بتشكل من هذه الاحزاب دون مضايقات، لما تشوفي حضرتك النهارده ان اللجنه العليا للانتخابات لم تتلقى اي شكوى باي واقعه اثرت عليها او اي حد من المرشحين شاف ان هناك واقعه تزوير او واقعه او اختلاف او مشكله، هتعرفي حضرتك ان احنا بنسير في اتجاه ديمقراطي جديد لدولة جديدة نتمنى جميعا أن نصل بها إلى بر الأمان. عظيم. إزاي الأحزاب خلال الفترة اللي جاية الأحزاب السياسية تستفيد من هذا المشهد الانتخابي؟ يعني إحنا طبعا عارفين أن مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات جاءت نتيجة وجودهم في الحوار الوطني، كان في عدد كبير من الأحزاب لم نكن نتوقع أن هم يجلسوا جميعا على طاولة واحدة ويفكروا في موضوع ويخرجوا في النهاية بفكرة أو بحاجة في مصلحة هذا الوطن، يعني كان الهدف الأسمى للجميع هو إعلاء مصلحة هذا الوطن. فإزاي هذه الانتخابات وهذا المشهد اللي شفناه والتعددية الحزبية في هذه الانتخابات من الممكن أن يخدم الأحزاب خلال الفترة القادمة؟ الأحزاب حضرتك لما دخلت العملية الانتخابية وشافت العملية الانتخابية ولاحظت الديمقراطية والاهتمام الشديد جدا بالصوت المصري وبقبول المصريين لهذه العملية، يجب عليها استغلال حالة الزخم الموجودة في الشارع ووضع برامج سياسية. يعني أهم نقطة أن يضع الحزب برامجه السياسية لمواكبة مصر الجديدة وتقدمها وتحقيق أحلام المصريين وطموحاتهم، لأن الشعب المصري يستحق أكثر من ذلك بكثير، فيجب أن نكون كلنا في اتجاه واحد، والاتجاه ده هو وضع برامج جديدة بشكل جديد وبأسلوب علمي ومتحضر لمواكبة الحياة السياسية في مصر الجديدة. طبعا احنا شفنا مشهد انتخابي متميز، وشفنا يعني مسؤولية من الشعب المصري، وكان الهدف من بس هذا الاصطفاف اللي كان موجود وهذا الإقبال اللي كان موجود ليس فقط انتخاب الرئيس، ولكن كان الهدف إرسال رسالة للعالم. ايه الرسائل اللي ممكن يكون العالم قرأها من خلال هذا الزخم وهذا يعني اللي كان موجود قدام اللجان والعدد الكبير اللي حضر الانتخابات الرئاسية؟ حضرتك العالم هتوصل له رسالة أن المصريين على قلب رجل واحد، دي حاجة. المصريين خلف قيادتهم مش مختلفين ومش منشقين ولن ينشقوا أبدا. المصريين موافقين على القيادة بالمرحلة دي وبكافة القرارات اللي بتتخذها الدولة المصرية. المصريين واعيين، عندهم وعي انتخابي، وعي دستوري، وعي قانوني. المصريين يقفوا مش بس خلف قيادتهم السياسية، ده خلف كافة قرارات الحكومة.
يعني عندنا مشاكل، عندنا مشاكل. هو في دوله في العالم ما عندهاش مشاكل؟ وفي حد في العالم ما عندوش مشاكل؟ بس بنسير لاصلاحها، بنسير لتحسينها، بنسير لتحسين اوضاعنا اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وكل حاجه، في وسط مخاطر بتحيط بينا من الجنوب والشرق والغرب، في وسط اطماع، في وسط يعني الاطماع مش بس حضرتك في اقتصاديات ولا في دوله ولا لا يا فندم، ده احنا اطماع وصلت لارضنا، وصلت لان انت النهارده عندك مشاكل في ان في ناس عايزه تجتاح، لكن انت واقفه في وسط ظروفك الاقتصاديه، ومش الازمه الاقتصاديه مش في مصر بس، الازمه الاقتصاديه في العالم كله، ولكن تسليط الضوء عليها من بهذا الشكل يمكن يكون مقصود، مش يمكن هو مقصود بشكل او باخر، لكن مصر مستمرة إن شاء الله للآخر ومكملة للتحديات دي كلها، وإن شاء الله مصر الجديدة قادمة، وإن شاء الله هنشوفها في أحسن صورة، وإن شاء الله هنلحق نشوفها، يعني مش هنقول هيشوفوها الأجيال الجاية، لا هنشوفها وهنعيشها إن شاء الله في تقدم وازدهار دائم بإذن الله، وتحيا مصر. شكرا جزيلا للأستاذ وسام إسماعيل محمد، المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا.